يا ترى ايش راح تسوي يا قيس؟ لا انت قادر توصل لجوانا ولا قادر تعرف اي معلومة عنها، وصرت متراقب من داعش وما تعرف السبب. ايش راح يسوون بيك لو عرفوا حقيقتك؟ بسم الله، ايش بي اليوم؟ بسم الله، لا حول ولا قوة الا بالله. خير الله أختي. يخليك. خير الله يخليك. ممكن توصلني للبيت؟ اختي ما اقدر الزمك او اصعدك السياره، اخاف جماعه الحسبه يشوفونا. راسي اختي. بلا زحمه عليك، ممكن تساعدوها؟ تساعدونها بالسياره. لحظه عافيه شويه، خلي اشيل جنطتي. احراس، ابلغوا ابا خالد ان كان يريد اعدامي فليفعلها الان. لماذا ينتظر؟ لا تتعب نفسك، ما حد يسمعك. يا من ناس مساكين كانوا هنا بهذا السجن طلبوا الرحمه، من مدت لهم ايد المساعده؟ وانت ما رحمت احد، حتى احد يرحمك. لا اريد ان اسمع صوتك، مفهوم؟ لازم تسمع، لأن صوتي يمكن يصحي ضميرك، وإذا حكموا عليه بالإعدام أنا راح أموت شهيد، لأنه هو قلت كلمة حق. بس أنت أحشد باطل وراح تموت على باطل. أوقف أوقف، هذا بيت مسمى. الموبايل هذا واحد دزه لك. اجي دزه؟ اي لك. منو انت؟ شنو قصتك؟ رد رد. من وياي؟ اي ثاني. زياد. زياد؟ اي زياد. انا بعثت لك موبايل فري حتى اقدر اتواصل وياك واطمئن عليك. كان ممكن أنا أعطيك الموبايل وأنت رايح على الموصل، بس أنا خبرتي لازم عندك بالمعابر، لذلك أنا كنت حريص جدا أن أوصل لك إياه بأمان. أنا ما فاهم اللي تقوله زياد، ليش هيك تسوي؟ بعدين فايس، بعدين أفهمك على كل شيء. المهم الموبايل ما يلزم عندك، لأن هذا بي سجن ويمكن يوصلك للإعدام. شنو هذا زياد يدز لي الموبايل؟ وأنت منو؟ أريد أن أفهم، لماذا لم تنفذوا الحكم الذي أصدرته على أبي عبد الله حتى الآن؟ كلمة العجلة. ليست عجلة، الحقيقة أني أشتغل. كأنك لا ترغب في تنفيذ الحكم. لا تغضب مني، أنا ممكن أرسل شكوى لمولانا خليفة المسلمين وأخبره فيها بأنك تعطل تنفيذ شرع الله، وأن أحكام الدولة الإسلامية وقاضي القضاء